تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنطرق المواضيع الصحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم أرقام التواصل 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. مثل ما تعودنا فقراتنا بتتنوع، وأول فقرة من فقراتنا هي فقرة السوشيال ميديا وزميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المتابعين إذاعة نور الدين. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم. ناخذ جوله في الاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الاشياء المهمه اللي صارت امس هو توقيع مذكره تفاهم مع كليه محمد بن راشد للاداره الحكوميه بدبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف البرامج الاكاديميه والتدريب المتخصص والبحوث والدراسات، تبادل المعرفه بين الجهتين. هاي واحده من الاخبار. ايضا من ضمن الاشياء المهمه اللي كنا حاطينها هو التدابير الوقائيه اللي طبقها دبي في منفذ حتى البري، فيديو موجود في حسابنا، الكل ممكن يروح ويشوف هاي الاجراءات اللي الاحترازيه اللي يسوونها. صحيح. ايضا من ضمن الاشياء اللي حطيناها، بما انه يعني ناس كورونا هو الحديث الساعه، وكان هناك يعني حطينا فيديو مهم، يعني ننصح اللي يشوفون الفيديو في تويتر انه اطول، وهو عن فيروس كورونا بشكل عام وتاريخ، لانه احد انواع الكورونا، وكورونا مو بشيء جديد او فيروس جديد. ففيديو فيه عن تاريخ الفيروس من اول ما طلع لين الحين، وليش اللي سموه بالمستجد واسبابها. فاللي يحب يعرف الاسباب هاي كلها معلومات العامة يعني السابقة، ممكن يدخل على حساب هيئة الصحة بدبي ويعرف هاي المعلومات. المعلومات جدا حلوة، والناس يعني اللي هو مو جديد لكن من قبل أنواع ثانية، وفي يعني شرح تام عن الأنواع السابقة اللي كانت في تويتر. ذكرتين بالتفصيل بيكون ولا في القنوات ككل، يعني كإنستغرام وتويتر؟ هو بيكون الفيرجن الطويل موجود في تويتر ويوتيوب. ممتاز. ونختم برسالة صباحية تقول: قبل الانتهاء من عملك اليوم قم بترتيب مكتبك وأوراقك، تبدأ بداية الأسبوع القادم بروح جديدة. يعني لا تسيب المكتب مبهدل عشان بعد يوم أقل الواحد يطلع ومكمل كل أموره، ما يجلس يفكر في الإجازة. أنا قال ترد في مكان تحط إيدك عليه يوم ترد يوم الأحد. ودمتي بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. هذه المعلومة جدا مهمة، خاصة اللي ذكرتها أسماء، أو الرسالة بالأصح، أن الواحد يرتب أموره قبل إجازته أساس يطلع الإجازة وما يحس أنه في أشغال في باله أوريدي يعني يحتاج يكملها. صح، في أشغال ما أقدر أكملها في يوم الخميس وأضطر يعني تحتاج أن تكمله، بس على الأقل أسوي لي جدول أن هالشيء يكمل هذا اليوم، الإجازة أقدر أخذ راحتي فيها وأرجع الدوام وأنا عارفة أني مكملة الخطوات اللي بتوصلني للشغل كامل وبدون ما أتأخر فيه. هذه هي فقرة السوشيال ميديا مستمعينا. ننتقل لفقرتنا الثانية، واليوم فقرتنا التوعوية بتتكلم عن نقص الأحماض الأمينية في الجسم، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل. صبحت الله بالخير أستاذة سهى. صبحت الله
صباح النور والسرور دكتورة ندى، يسعد حي صباحك. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك، الله يسلمك. طبعا اليوم موضوعنا عن نقص الأحماض الأمينية في الجسم، فحابين نعرف المشاهدين المستمعين بداية شو هي الأحماض الأمينية وشو فوائدها وكذلك أثر نقصها في الجسم. إن شاء الله. طبعا الأحماض الأمينية هي المواد البنائية الأساسية للبروتينات، يعني البروتينات كأنها هاي الكيوبس المكعبات اللي بتعزز لما تتجمع بتعطيني سلسلة البروتينات فيما بعد. هي صحيح مركبات كيميائية عضوية بتتكون طبعا كيميائيا هيدروجين وكربون وأكسجين لحتى بعدين تعطيني الحمض الأمين اللي فيما بعد حيعطيني البروتينات، فهي وحدة البناء الأساسية للبروتينات. نعم فهلا إذا بدنا نتحدث عنها، هي بشكل عام الأحماض الأمينية هنا تقسم إلى نوعين. النوع الأحماض الأمينية الضرورية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها نهائيا وضرورية في كافة العمليات في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وعندنا الأحماض الأمينية نسميها الثانوية اللي تيجي زي ما نحكي المرحلة الثانية الصف نعم الثاني. الأحماض الأمينية الضرورية طبعا عددها 9، هذه تتواجد طبعا احنا مش هنذكر أسمائها بالتفاصيل لكن هنتكلم عنها بشكل عام. تتواجد خاصة في البروتينات عالية القيمة الغذائية اللي هي البروتينات الحيوانية مثل اللحوم، البيض، الدواجن، الأسماك، اللي لما تتكسر البروتينات اللي موجودة في هاي المصادر تتفكك لها الأحماض الأمينية الأساسية اللي أنا بدي إياها واللي بتدخل في العديد من الوظائف. لو تحدثنا عن الوظائف بتاعت الأحماض الأمينية طبعا هي تدخل في العديد العديد من الوظائف في جسمنا. الأهم الوظائف اللي بتقوم فيها الأحماض الأمينية إنها بتدخل في عندنا نقل السيالات العصبية وتصنيعها. نعم إذا هي بتدخل في النواقل العصبية في تصنيع بعضها، بعض الأحماض الأمينية بتدخل في الغلاف المحيط في الخلايا العصبية لحتى يحميها ويحافظ عليها. الأحماض الأمينية مهمة جدا في تحفيز نمو العضلات وقوتها وزيادة الكتلة العضلية. عندي نعم كتلة عضلية قوية معناها فيها أحماض أمينية أساسية وقوية داخل فيها حتى تظلها محافظة حتى على القوة. بعض الأحماض الأمينية تدخل في مكونات البروتينات التركيبية الخاصة مثل بعض المواد زي الكولاجين، طبعا والكل بيعرف أهمية الكولاجين إنه بيدخل في تكوين الجلد والأنسجة الضامة. بعض الأحماض الأمينية بتدخل في حماية العظام حيث إنها تساعد على الحماية والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل والكسور. ممتاز هناك بعض الأحماض الأمينية التي تساعد وتلعب دور هام جدا في تنظيم مناعة الجسم. بعض الأحماض الأمينية بتدخل في التمثيل الغذائي، وبالتالي لما بتدخل هي في التمثيل الغذائي بتساعد على إزالة السموم وزيادة عمليات استقلاب والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم. تدخل في امتصاص بعض المعادن الهامة مثل الزنك والسيلينيوم. ممتاز نعم من ناحية عفوا تدخل كمان في امتصاص الكالسيوم، فلما حكينا عنها انها بتساعد على نمو العظام لانها بتزيد من امتصاص الكالسيوم. يعني أثرها على هلا الجسم كامل، يعني ما في هي شيء نعم هي معين. تؤثر على ايوه تؤثر على الجسم كامل، عشان هيك احنا جدا بنكون حريصين على بعض الناس انه احرص على تناول الكميه الكافيه من البروتين الذي يحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه. هي لما نحكي احنا انها دخل في عملية تمثيل الغذائي معناها هي لها دخل في عمليات كمان تنزيل الوزن، لها دخل في الشعور بالشبع لأنها بتعطي للناس لما أنت بتتناول كميتك الكافية من البروتين إذا أنت بتحفز على الشعور بالشبع. صحيح هذا ما بيخلي الإنسان يقبل على تناول كميات كبيرة من النشويات أو الحلويات، يعني هي حتنظم لي بالتالي عمليات الشعور بالجوع واني ما اكل بزياده، فبالتالي هذا حينعكس على الوزن فيما بعد عندي. أكيد هلا الناس الانسان اللي بيشعر او كيف اعرف انا اذا عندي نقص في بعض الاحماض الامينيه الاساسيه او الضروريه؟ في بعض الاعراض اللي لو ما عملنا تحاليل بعض الاعراض ممكن تظهر على الجسم مثل الاكتئاب. اي اكتئاب هو تجمع فوائد الاحماض الامينيه. في عندنا الالبومين اللي هو
البروتين اللي يوجد في الدم، نعم يعمل على المحافظة على سوائل الدم ويمنع دخول هاي السوائل للخلايا والأنسجة. فلما يصير في عندي نقص في هاي الأحماض الأمينية حتصير السوائل تتجمع في الجسم من جوا، صحيح خاصة انتفاخ في الأقدام، في اليدين، في الساقين. هاي أحد علامات وجود نقص في الأحماض الأمينية الأساسية. تغيرات المزاج، لأنه إحنا كنا حاكين إنها إلها دخل في النواقل العصبية، فالإنسان ممكن أحيانا يكون ستريس، قلق، لأنها في عنده نقص في هاي الأحماض الأمينية اللي وظيفتها تعمل لي تحسين في المزاج، صحيح تحسين في الأداء. نقصها تؤدي إلى بعض مشاكل في البشرة، في الشعر، في الأظافر، لأن إحنا حكينا هي تدخل في مادة الكولاجين، صحيح البروتين الكولاجين اللي مهم جدا في هاي الأماكن. فبصير عندي تقصف في الشعر أحيانا، الجلد بيكون جاف، زي ما حكينا لها دخل في الشعور بالتعب والإعياء، زي ما حكينا بزيد الشعور المتكرر بالجوع إذا ما تناولت أنا الكميات يعني الكافية. نفس هاي ما إحدى ذكرنا أن الأعراض. حتى نقصها بيأثر على الجسم كامل. أكيد إيه أستاذة سهى، داهمنا الوقت، فكلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا بخصوص نقص الأحماض الأمينية. كلمة أخيرة، لأنه إحنا ما تناولنا مصادرها. الحافظ دائما على تناول البروتين عالي القيمة في وجباتنا الغذائية الثلاث، نعم يكون بروتين ذو قيمة عالية ذو فائدة عالية من مختلف المصادر سواء نباتية أو حيوانية. لكن الفرق بين النباتية والحيوانية، المصدر الحيواني بيعطيني الأحماض الأساسية كاملة، الأحماض الأمينية الأساسية كاملة. أما المصادر النباتية بحتاج آخذ مثلا مصدرين عشان اللي ناقص هون يعوضني من هون، لكن لازم أكون حريص في جميع الأوقات آخذ مصدر بروتيني سواء نباتي أو حيواني حتى آخذ كل الفائدة من البروتينات وأبني عضلات قوية وجسم صحي قوي بجميع الوظائف الحيوية المطلوبة مني. ممتاز. الأستاذة سهى نوفل، الاختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. عفوا، أهلا حبيبي. مستمعينا، كان هذا موضوعنا التوعوي اليوم، وتكلمنا عن نقص الأحماض الأمينية في الجسم. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع جدا مهم، يمكن تكلمنا عنه هذا الأسبوع ونظرا لأهميته، ونحب نذكر فيه دائما ونغطي الأمور والمواضيع اللي يمكن ما غطيناها بالكامل في المقابلة السابقة كذلك، وبنتكلم عن قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان. تبذل هي الصحة بدبي جهود كبيرة من أجل توفير وحدات الدم ومكوناته بأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجة المرضى سواء في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى على مستوى الدولة. ويعد مركز دبي للتبرع بالدم أحد المراكز الأكثر مأمونية عالميا، وذلك من حيث التجهيزات والأدوات وكذلك التقنيات الحديثة اللي يستخدمها. وفي الوقت نفسه يعتمد المركز على فرق طبية متخصصة ومحترفة تحيط المتبرعين بكامل العناية والرعاية الصحية. وحول هذا الموضوع يسعدنا يكون ويانا اليوم في الحلقة الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صبحت الله بالخير دكتورة مي. صباح النور والسرور دكتورة، كيف حالكم؟ الله يسلمك، حياك الله ويانا في برنامج صحة الحمد وسعادة. لله. أهلا بكم. أهلا دكتورة. دكتورة، طبعا عملية التبرع بالدم تعتبر واحدة من العمليات الإنسانية النبيلة اللي تستند إلى منظومة المفاهيم والقيم اللي يتسم بها المجتمع الإماراتي، فحدثينا عن مدى استجابة أفراد المجتمع لنداء التبرع بالدم الإنساني. طبعا مثل ما تفضلتي دكتورة، أنه أحد أنبل الأعمال الإنسانية هو التبرع بالدم من أشخاص لمرضى سوف لن يقابلوهم في حياتهم ولا يعرفوهم ولا يكون في لهم صلة، لكن هذه هي سمات طبعا المجتمع الإماراتي المعروف بالعطاء والإنسانية،
والحمد لله مركز دبي للتبرع بدأ مثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة يسحب تقريبا 53,000 وحدة دم، هذه إحصائياتنا لعام 2019. وحتى نسحب 53,000 وحدة دم نكون أكيد مثلا حسب إحصائياتنا قد زار المركز وحملات التبرع بالدم ما لا يقل عن 63,000 شخص. فهذا طبعا يعكس دور الكبير اللي يساهم فيه مختلف شرائح المجتمع والمتبرعين، حبهم بتقديم المساعدة والعون للمرضى المحتاجين. ممتاز. وحسب بياناتنا هناك 150 جنسية تتبرع بالدم، فالحمد لله. صحيح. نعم، وهذا طبعا يرجع للوعي والثقافة، ثقافة المجتمع حول أهمية مشاركتهم بدعم الأعمال الإنسانية ومنها طبعا التبرع بالدم. ممتاز دكتور، عندنا مكالمة بناخذها خلال فقرتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله ويانا. الله يسلمك. الله يعافيك. بفضلك أنا سؤال عندي بالنسبة للوزن. نعم. في شيء شروط بالنسبة للوزن لعملية التبرع بالدم والعمر؟ الوزن والعمر؟ نعم، بخصوص إذا الشخص حابب يتبرع بالدم. يتبرع بالدم. نعم إن شاء الله. في سؤال ثاني؟ لا هذا السؤال، وشكرا لكم يعطيكم العافية. العفو، وشكرا لسؤالك. إن شاء الله دكتورة مي بتجاوبنا على السؤال. دكتورة مي، بخصوص الوزن أو كذا وكذلك السن في عمليات التبرع بالدم. نعم، بالنسبة للوزن يعني هي أحد شروط التبرع بالدم اللي أساسها هي سلامة المتبرع وبعدين طبعا سلامة المريض متلقي الدم. فالأمر المقبول هو بين 18 سنة إلى 65 سنة. اللي أقل من 18 سنة يكونون هم بحاجة إلى الدم والمواد اللي موجودة في الدم، فلذلك لا يفضل تبرعهم. اللي أكثر من 65 سنة يكون القلب والجسم محتاج إلى الأكسجين، فحفاظا منه على أنه ما يفقد المتبرع أثناء التبرع، طبعا يفقد الدم. صحيح. والدم يحمل الأكسجين، فحفاظا على حالة القلب وحاجة الجسم للأكسجين، فإحنا نفضل أنه من عرض المتبرع إلى أي خطر وهو التبرع بالدم. فلذلك نحدد العمر، هذا طبعا عالميا بين 18 سنة إلى عمر 65 سنة. بالنسبة للوزن طبعا هذا يتناسب مع كمية الدم اللي تنسحبها، فأكياس الدم هي ثابتة الوزن وتحتوي على كمية من المواد اللي تمنع التجلط، وهذه نسبة وتناسب، فهي متناسبة هذه الكمية من المواد المانعة للتجلط مع سحب 450 ملي لتر من الدم. فهذه الكمية ما نقدر نقللها وإلا يصبح كيس الدم غير صالح لاستخدامه للمريض. وحتى نسحب 450 ملي لتر لازم يكون الشخص وزنه أكثر من 50 كيلوغرام، فهذا هو حفاظا على سلامة المتبرع بالدم. فوق ال 50 كيلوغرام يعني لو تبرع دكتورة هو وزنه مثلا 45 أو 40 أو 47 فحيصير عنده دوخة ويصير عنده تعب ويبقى في أسبوع 10 أيام وما يقدر يصعد دراج مثلا، ما يقدر يقوم بالأعمال اليومية لأن تكون كمية الدم كثيرة على جسمه. فكمية الدم المأخوذة تتناسب ويا الوزن للمتبرع. نعم ممتاز، يعني هذه ضمانا لسلامة المتبرعين، فما نريدهم يزعلون لما نقول لهم مثلا وزن قليل أو الأمر، فهذه كلها ضمان لسلامتهم وهذا دور نعم. كبير. دكتورة طبعا اليوم نحن فقرتنا بعنوان قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان، طبعا لها حتى لو قطرة دم فهاي لها قيمة وأهمية، وخاصة للي يحتاجونها من المرضى ومن ينتظرها سواء كانوا في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، فحدثين عن قيمة هذا الشيء. طبعا بنوك الدم في كل أنحاء العالم محتاجة يوميا إلى كل أصناف الدم، فإحنا يوميا محتاجين متبرعين يتبرعون بالدم حتى نقدر في نهاية اليوم نصرف الدم المطلوب للمستشفيات. لو نتكلم عن مركز دبي للتبرع بالدم فهو في هيئة الصحة في دبي، فهو المركز الوحيد المعني باستقبال المتبرعين بالدم،
نعم ودائما احنا نقول طبعا المركز موجود داخل حرم مستشفى لطيفة، لكنه طبعا المتبرعين اللي يجون للمركز هم فقط 20% من اجمالي عدد المتبرعين اللي يتبرعون بالدم. 80% من التبرع دكتورة يكون عن طريق حافلات التبرع بالدم او عن طريق حملات التبرع بالدم اللي احنا نسويها يوميا لا يقل عن مكانين، نعم نذهب لسحب الدم من ممتاز. المتبرعين حتى نقدر نوفر الدم للمستشفيات. الحين في إمارة دبي في طبعا توسع في الخدمات الصحية، في السياحة العلاجية نشطة جدا، في زيادة في عدد المستشفيات. إلى تاريخ اليوم احنا نصرف الدم إلى 40 مستشفى خاص في إمارة دبي فقط. نعم فبالإضافة طبعا احنا مسؤولين عن صرف الدم إلى مركز الثلاسيميا ومستشفيات هيئة الصحة. فالقطاع الخاص مش بس بدأت تزيد عدد المستشفيات، بس حتى المستشفيات القائمة بدأت تزيد من التخصصات الطبية. صحيح فمثلا عمليات القلب المفتوح، عمليات تبديل الركب، كثير من المستشفيات بدأت تفتح تخصصات لعلاج الأورام. وكل هذه الأمراض اللي ذكرناها بالإضافة طبعا إلى الولادات وحوادث السيارات، كل هذه أمراض وحالات تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم. صحيح فبالتالي الطلب على الدم في تزايد مستمر. وإحنا قبل فترة قصيرة أعلنا بعد انتهاء عام 2019 أنه نسبة الزيادة في الطلب على الدم هو 2.4%، وطبعا هذا يحتاج أنه إحنا نسحب كميات أكبر حتى نقدر نوفر الدم بالكميات المطلوبة. وهذا مجهود دكتورة تشكرون صراحة عليه. الله يخليكم. واحنا طبعا اليوم دكتورة اللي يستحق الشكر والتقدير هو المتبرعين بالدم اللي صحيح يعطونا وقتهم وجهدهم ويجون إلى المركز ويتعنون وكذلك يذهبون إلى حملاتنا. وأحب أن أقول أنه اللي يوميا احنا نتصل بالمتبرعين بالدم، نذكرهم مرات مثل اذا عندنا حاله طارئه، اذا صار صرف كميات كبيره من زمره محدده، وما شاء الله يعني كثير منهم بس يعرف انه في حاله طارئه، كثير منهم يتركون الشغل ويجون يتبرعون بالدم. مع فاليوم انهم ما يعرفون الاشخاص اللي يتبرعوا لهم اكيد كذلك. نعم، فكل الشكر والتقدير وان شاء الله في ميزان حسناتهم كل هذه الأعمال اللي الإنسانية اللي يقومون بها. يعني أنا أحب أذكر إنه قبل فترة مريضة واحدة فقط في مستشفى لطيفة تم صرف 80 وحدة دم إلها بسبب النزيف بعد الولادة. ففي قسم من الحالات المرضية يستنزف كمية كبيرة من الدم نتيجة الحالة المرضية اللي عندهم، وبالتالي المركز لازم يعوض هذه الكميات الدم. صحيح فطبعا احنا اليوم نوجه الشكر والتقدير للمتبرعين ونوجه دعوة للجمهور من الأشخاص الأصحاء اللي نعم يتمتعون بصحة وعافية وفيهم شروط التبرع بالدم انه يتوجهون لمراكز التبرع بالدم، لاننا احنا في حاجة ماسة لهم في كل يوم ومن كل أصناف الدم. صحيح، وخاصة أن حتى هذه القطرة تنقذ حياة ناس، يعني حتى العنوان فقرتنا كانت قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان. نشكركم ونحب نعم دكتورة سامحيني أقاطعك أنه نذكر أنه الشخص اللي يتبرع بوحدة دم كاملة ورح يساهم في إنقاذ بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى 3 إلى 4 مرضى، صحيح لأن من كيس الدم احنا نستخلص كريات الدم المركزة تعالج النزيف، الصفائح الدموية تعالج العفو المركزة تعالج فقر الدم، والصفائح الدموية تعالج النزيف، وبلازما الدم تستخدم لكثير من الحالات المرضية. فيعني يساهم بعد مشيئة الله سبحانه في وتعالى في إنقاذ إنقاذ حياة أكثر من ناس مريض كثيرة واحد، وهذا طبعا إلى أجر من الله سبحانه وتعالى بإذن الله. إن شاء الله. نشكر الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة في دبي، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا دكتورة مي. مستمعينا كانت هذه فقرتنا، وتكلمنا عن قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان. طالعين فاصل وراجعين لكم مواضيع ثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة. الصحة
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم بارقام التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصيه 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن صندوق الصحه وخدمات المرضى المعسرين. لصندوق الصحه التابع لهيئه الصحه بدبي العديد من المهام والادوار المحوريه الى جانب رسالته الانسانيه، واللي تهدف الى تخفيف وطأة المرض والأعباء الاقتصادية المصاحبة والواقعة على عاتق المريض وذويه. وضمن ذلك تسعى الهيئة من وقت إلى آخر من لاستحداث باقات متنوعة لدعم المرضى المعسرين والوقوف إلى جانبهم، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة الخطرة المهددة للحياة والمرتبط علاجها بتكلفة مادية عالية. وللحديث عن هالموضوع يسعدنا يكون ويانا اليوم الأستاذ سالم بلاحج، مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ سالم. صباح الخير دكتورة، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. وياك إن شاء الله أستاذ سالم. طبعا تبذل إدارة صندوق الصحة جهود كبيرة لدعم المرضى المعسرين، وطبعا ما في شيء أهم من الصحة والعافية، ومرات تكون الأشياء المادية بعد تعيق الواحد وأنه ياخذ علاجه الكامل. فحدثنا عن الجهود اللي تبذلها الهيئة في هذا المضمون. جزاك الله خير دكتورة. صباح الخير أولا. طبعا صندوق الصحة شكل ما قلنا هو جزء يعني لا يتجزأ من هيئة الصحة في الوقت الحالي، بعد ما ثبت في الهيكلية يعني هيكلية الهيئة. يعني صندوق الصحة طبعا يهدف مثل ما دور هيئة الصحة في تعزيز صحة المجتمع والحفاظ على الصحة وإسعاد المجتمع، فيا صندوق الصحة لإكمال دور وهدف هيئة الصحة في أنها يعني تكون تقدم خدمات وإسعاد يعني للمجتمع بشكل عام يعني. صحيح. فهذه من المهام أو الأدوار الرئيسية اللي ارتكز عليها صندوق الصحة في دعم يمكن الحالات الإنسانية أو البرامج الإنسانية يعني. ممتاز. طبعا أكيد في شركاء معينين موجودين كذلك، هم لهم دور كذلك في مع صندوق الصحة في هذه الخدمات، فحابينك تحدثنا أكثر عن هذه الشركاء. طبعا احنا يمكن الأسبوع الماضي كنا أطلقنا أو نزلنا خبر اللي هو الإحصائية للخدمات اللي تم تقديمها يعني مراجعي هيئة الصحة. نعم. والحالات الإنسانية اللي تم دعمها والبرامج اللي أطلقها صندوق الصحة. طبعا صندوق الصحة يعتمد على الدعم من الجهات الخارجية في الأساس، شركائنا الأساسيين اللي هم المؤسسات الخيرية اللي هي معانا وياها في مذكرات تفاهم، أو المؤسسات اللي تدعم الحالات الإنسانية بشكل عام. فنحن نغطي يمكن جميع المؤسسات الخيرية اللي في دبي وخارج دبي. ممتاز. عندنا تواصل وياها مباشر، الحالات الإنسانية اللي تعرض من خلالنا أو من خلالهم ويتم علاجهم في هيئة الصحة. تدرين أن هيئة الصحة تعتبر مركز يمكن يخدم المنطقة الشرقية كاملة. صحيح. ومركز أساسي لدعم مرضى السرطان أو الأمراض اللي هي القلب والأمراض الخطيرة، يمكن من أقوى المراكز اللي موجودة في دولة الإمارات. يعتبر هيئة الصحة ومستشفياتها من المقدمين الخدمة الجيدين يعني. فلازم نحن نكون نوجد لهم الحالات اللي هي مثلا تحتاج الدعم هذا، أن نكون نحن بعد نواكب مستوى خدمات هيئة الصحة، أن نكون صحيح. نوجد لهم شركاء يغطون الحالات الإنسانية ونوجد برامج تدعم الحالات الإنسانية. ممتاز. يعني مو فقط وجود الشركاء، كذلك الدعم كذلك خلال العلاج. أستاذ سالم، طبعا تكلمنا عن الشركاء للهيئة، فشو دور القطاعات والإدارات المتخصصة داخل الهيئة كذلك؟ يعني أكيد لها دور في دعم هذا الصندوق وكذلك خدمة المرضى. طبعا على الهيكل دي طبعا أن هيئة الصحة صارت فيها مثلا الرعاية الصحية اللي هي تكون تحت تابع المستشفيات والرعاية الصحية العيادات نعم. فنحن طبعا يعني شركاء او نتعامل مع مين؟ مع المرضى. المرضى يتبعون ل يعني المستشفيات، ف يعني داعم، نحن نكون داعمين لمرضى هيئه الصحه مباشره. طبعا نعتمد على شركاء داخل الهيئه مثل
الأمور المالية طبعاً، الإدارة المالية اللي هي تدير العملية المالية عندنا، من تبر يعني التبرعات اللي توصلنا كيف تكون موجودة، كيف نقدر نحن نحولها للمرضى مباشرة، إدارة الصيدلة لأن هناك برامج تدعم المريض أو مرضى الصيدلة، المرضى الأدوية يعني، فهناك برامج تدعم المرضى، فيكون لازم يكون في تنسيق مع إدارة الصيدلة باعتماد الأدوية أو اعتماد البرامج اللي احنا ننفذها. الشؤون الإدارية لأن احنا عندنا إعادة تدوير بعض الأجهزة الطبية مثل الأسرة الكراسي، فبعض الأهالي يكونوا استغنوا عنهن، فنستغنى مع الشؤون الإدارية أن يكون في لينك يعني مرتبط وياهم على أساس أنه يكون يوفرون النقل أو الأشياء هذه، لأن احنا نحول الأجهزة هاي للمحتاجينها يعني كتدوير للأجهزة هذه. طبعا البرامج نفسها تكون مرتبطة مع مقدمي الخدمة اللي هم مثلا يعني اللي هم الأقسام اللي هي مختصة، مثل بعض الأقسام اللي في المستشفيات مثل الكلى القلب، فنكون في ربط بيننا وبين المستشفيات في اعتماد مثل هاي البرامج يعني. ممتاز، يعني مو فقط الجانب الطبي، كذلك الجوانب الإدارية والمالية، يعني في تعاون كبير بينكم وبينهم. بالنسبة للدعم المادي للمعسرين بخصوص يعني حصولهم على العلاج، كيف تيكم الحالات؟ يعني عن طريق تحويلها من المستشفيات أو عن طريق الأشخاص نفسهم يتوجهون للمكتب عندكم؟ طبعا الحالات الإنسانية احنا أساسا شكل ما نقول يعني نقدم خدمة مميزة، ما بيكون ان احنا نكون نكلف على المريض او اهله او هذا. صحيح. فطبعا صار وجدنا عملنا يعني شكل ما نقول فريق عمل من رحلة المريض احنا نسميها دائما، من الطبيب المختص اللي هو يحول الحالة ويشوف انها تحتاج ضرورة علاجية معينة، تتحول على الخدمة الاجتماعية في المستشفى، في ارتباط مباشر مع الخدمة الاجتماعية في المستشفى، في فورمات أو في طلبات تقدم من خلال الخدمة الاجتماعية، فيها طبعا دراسة الحالة الاجتماعية والمادية بالنسبة للمريض أو أهله، وتحول لنا احنا مباشرة بعد اعتمادها أنها هي تحتاج علاج ضروري وتحتاج يعني وما تقدر تدفع. فمن هالجانب تتحول من خلال الخدمة الاجتماعية إلى مكتب صندوق الصحة. الحمد لله نحن ندرس الحالة، وهذا اللي هو نحن نقول الحالات اليومية اللي هي نحن نتعامل فيها، ويكون القرار يعني ممكن يكون القرار في لا نفس اللحظة، لا يعني حسب حاجة المريض، وحسب أهم شيء يكون المستندات المطلوبة مكتملة، مثلا لا يوجد تأمين أو جزء من التأمين، أو أن العلاج يعني طبعا متوفر بس مكلف وما يقدر يغطيه، فهذه كل الجوانب احنا ندرسها ونغطيها ويكون القرار في نفس الوقت يعني. ممتاز، يعني يكون بداية التقرير من الطبيب نفسه بخصوص العلاج اللي يحتاجه المريض، والطبيب نفسه يحول الحالة للحالة الاجتماعية، ومن الحالات الاجتماعية من الحالة الاجتماعية بعد دراسة الحالة بالتفصيل يحولونها عليكم. وفي إجراءات ثانية، وفي نحن مبادراتنا اللي هي الأساسية اللي تعتمد طبعا على حاجة الميدان، مثل إنقذ قلبا واللي هي الذبحة الصدرية. طبعا احنا اعتمدناها أو كمبادرة من حاجة الميدان، من حاجة الأطباء اللي هم فكروا بأن يخدموا المريض أو مرضى القلب، أن المريض القلب يوصلهم يحتاج لقسطرة ويكون حالته المادية صعبة. صحيح. فصار عندنا حصرنا الحالات الإنسانية هذه، عملنا لهم باقة متكاملة. ممتاز. لمثل مرضى القلب على القسطرة، على أدوية، على تأهيل قلب، يعني باقة متكاملة يعني لمدة يمكن يعني 5 أشهر أو 6 أشهر. يرجع المريض القلب طبعا منتج في يعني احنا نظرنا لها ان المريض هذا بدل ما السفر بلاده ولا يتكفل الكفيل فيه يعني وما بيقدر يغطي، كنا نغطيه كامل شامل يعني من القسطره لتاهيله ليكون يعني يرجع كامل منتج للعمل، العلاج كامل يعني مو فقط انتم اعطيتوه العلاج. فنفذنا يعني نفذنا هاي الباقه مع اداره او قسم الذبحه الصدريه في مستشفى راشد ودبي، بديناها في دبي شفنا لها نتائج ايجابيه وتحولت لمستشفى راشد. ففي الحين بعد تطوير للفكرة أن يكون فيه
خدمه يعني اضافيه جديده يعني من راي الاطباء. يعني مثلا احنا عندنا بعض المرضى يمكن انت ادرى دكتوره يكون عندهم مشاكل في الصمام او صحيح. اللي يسمونه روماتيزم او من هذا لانه ما يكون عندها حركه الصمام صح. فهذه من الافكار الجديده اللي جالسين احنا الحين نناقشها وممكن نطلقها يعني قريبا ان شاء الله. ممتاز. طبعا شكل ما نقول احنا نعتمد على شركائنا في ان احنا نوصلهم الفكره هذه والدعم يكون من الشركاء ان كانت الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري نعم. الاوقاف شؤون القصر الجمعيات الخيريه فيتبنون مثل هاي الافكار واحنا نبدا يعني نشركها او نتابعها اول باول ونرفع تقارير للجهات هذه. ممتاز. وظيفتنا بعد احنا بدينا اللي هي الكلى او انقذ حياه سميناها بالنسبه لمرضى الكلى وهي يعني المرحله الاولى اللي هي طبعا مريض الكلى لما يبغى غسيل الكلى فبيتكلف انك انت لازم تحط له القسطره العاديه صحيح. يدخل المستشفى يحتاج له يمكن يوم يومين يعني في المستشفى فصار التوجه والفكره انه ليش ما نحط له القسطره الدائمه لغسيل الكلى ويقدر يغسل في هيئه الصحه او خارج هيئه الصحه متى يكون هو جاهز. طبعا بعد فيها خدمات او باقه مكتمله بالنسبه ممتاز. لمرضى الكلى ان تركيب الجهاز مع التحاليل اللي هي ان يكون لائقه للغسيل خارج الهيئه توفير يعني ونعمل له غسله غسلتين نطمن ان الجهاز شغال وهذا بعدين يقدر المريض يطلع اذا ما كان مسجل في الهيئه يقدر يعالج او يغسل في اي عياده خارجيه. طبعا على اي اساس استاذ سالم يصدر قرار دعم مريض او لا يعني من ناحيه الموافقه على ان هذا المريض بيلقى الدعم نفسه؟ هو الموافقه هي على اساس ان المريض يحتاج العلاج نعم. انه هو نحن نسميه الحاجه العلاجيه نعم. يعني يكون فت ان المريض يحتاج العلاج هذا هاي كمرحله اولى نعم. المريض ممكن ما يقدر يدفع بعد ما يقرر الطبيب انه مثلا انا يوم ما يبغى اشخصك بقول لك انت عندك المرض الفلاني بس تكلفه علاجك هذه بتكون المبلغ وقدر أكثر. يمكن تمرضت زياده بس نقول له بعدين انه في مخرج في صندوق الصحه نعم. فهني احنا يعني وازننا بين ان الخبر انك انت مريض وتكلفه علاجك عاليه وبس نحن ان شاء الله صندوق الصحه ان شاء الله بيغطيك. ممتاز. شو بخصوص الحالات المستعجله يعني اذا جتكم حالات طلبات دعم عاجله فشو يكون بالضبط يعني المده اللي تستغرقونها للموافقه على هذا الطلب او في طلبات معينه تكون عندكم كطلبات عاجله توافقون عليها؟ نحن شكل ما قلنا يعني قسمنا مرضى القلب حتى الحالة اللي هي الـ 24 ساعة والحالة اللي هي 72 ساعة لاستكمال أوراقه مثلا. ممتاز. إذا الـ 24 ساعة يدخل القسطرة ويستكمل أوراقه بعد الـ 24 ساعة ما عندنا مشكلة بس المهم أنه تنقذ حياته. حياة المريض صحيح. 72 ساعة الحالة المستقرة اللي ممكن يعني تعطيه فرصة أنه مثلا يكمل الأوراق الثبوتية الثانية ويدخل القسطرة بعد يعني نفس الشيء. ممتاز. طبعا عندنا حالات إنسانية اللي هي مثلا ممكن أنك بعد القسطرة تحتاج أن الطبيب يقول لك لا هذا يحتاج لأربعة خمسة ستانت أو عملية قلب مفتوح يعني صحيح. بيتغير البرنامج من مثلا القلب يكون 30,000 درهم إلى 100,000 يعني صحيح. فلازم أنت تأخذ قرار سريع بعد أنك أنت لازم تحول إلى مثلا مستشفى دبي صحيح. فالحمد لله أنا بعد عندنا المرونة في أن نحن نتعامل مثل هالحالات في وقتها يعني. ممتاز. وها مجهود صراحة تشكرون عليه يعني حتى أن الموافقة يعني في وقت يعني محدد خلال 24 ساعة خاصة لهذه الحالات اللي تحتاج. الحمد لله نحن يعني الصلاحيات اللي أعطيت لنا من خلال إدارتنا العليا طبعا في مثل هالحالات أن نحن الحمد لله نقدر يعني نشتغل على الحالات هاي بكل سهولة يعني. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله من تقدم لتقدم. كلمة أخيرة توجهها أستاذ سالم خلال البرنامج. أنا والله يعني بغيت أتكلم عن الكلى لأن إحنا عندنا إن شاء الله إطلاق أو إن شاء الله يعني في حالات إنسانية قلة كلى أو اللي هي زراعة الكلى اللي هي نعم. بدت في هيئة الصحة فعندنا حالات كلى جاهزة للنقل الكلى بس ما في أنه ما في عندهم قدرة أنهم يقطون العملية هذه. المتبرع جاهز المريض جاهز بس التكلفة. فنحن ندعي اللي يسمعنا الأخصائية الجمعيات الخيرية المؤسسات الخيرية أنهم يعني يدخلون شركاء ويانا في هاي المبادرة لأن
إذا قلنا غسيل كلى أو زراعة كلى، يعني أنت وفرت على مريض صحيح غسيل غسيل فترة يمكن طويلة يكلفك 200,000 في صحيح السنة، بس إذا زرعت له الكلى هذه ممكن يحتاج لك مراجعة في الشهر أو في صح، الشهرين مرة، ويرجع تكلفته للحياة ويرجع العادية للحياة ويرجع العادية، لدوامه، ما يضطر يطلع من حتى دوامه تكلفة أكثر من علاجه مرة بتكون أقل، صحيح يعني يمكن نحن حسبناها يمكن 5,000 في الشهر، أو في يعني يكلف في السنة 25,000 ان توتل إذا زرعت له كلى ورجع طبيعي. طبعا ممتاز تكلفة الزراعة هي شوية مكلفة، بس بعدها إن شاء الله بالتعاون، يعني إن شاء الله، وهذا يعني نتمنى خلال نحن هذا هالدعوة من خلال المنبر المشاريع اللي هي برنامج كذلك. نعتبرها استراتيجية بالنسبة لنا، صحيح صحيح، الأخوة في قسم الكلى طالبين يعني نتحرك وين عليها. يتوجهون إذا أي حد حاب يتبرع؟ وين يتوجه بالضبط عندكم في ال... مكتب صندوق الصحة نحن الحين موجودين في المكتبة الطبية أو في مركز الابتكار نعم في هيئة الصحة، مقر صندوق الصحة هناك، فممكن التواصل ويانا مباشرة يعني على الهيئة ويحولونهم لنا، ونحن إن شاء الله نوضح لهم، لأن في يعني عرض كامل للاستفادة من هذه يعني المبادرة إن شاء الله. أكيد أكيد، وهي يعني إضافة حياة لحياة، يعني مو فعلا بشيء بسيط، ومن أحياه فكأن محيا الناس إن جميعا. شاء الله. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق أستاذ سالم بلاحج، مدير صندوق جزاكم الصحة في هيئة الصحة بدبي. شكرا شكرا شكرا، لحضورك، الله يسلمك. شكرا لحضورك مستمعينا. كانت هذه فقرتنا الأخيرة، وتكلمنا عن صندوق الصحة وخدمات المرضى المعسرين. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، واللي على رأس عمله نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم العافية. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشر البسطي، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على خير وسلامة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.